السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا كلكم بخير. نحضر معكم لقيمات سريعة بالجبنة، ومن بعد غندير لها شعرية باكستانية رقيقة. اللي متوفرة عنده يديرها، اللي ما متوفرش مجرد انه يطبق الوصفة ويحشيها بالجبنة ويقليها. أول شيء عندي أنا اختصار الوقت، حطيت هنا 2 كوب طحين، حط عليه ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ربع ملعقة ملح، وحط فانيليا. هذا ربع كوب من الزيت، وأنزل عليهم ربع كوب من الزبادي أو اللي هو اليوغورت أو أي نوع من اليوغورت متوفر عنده. اللي ما عنده يستخدم حليب، يعني هذا ربع كوب. عجنها بالماء، أضيف كمية ماء، ما أريدش نديرها خفيفة بحال اللقيمات، غادي شوية العجينة متماسكة، يعني كنشكلوها بيدينا. يعني قوام العجينة يكون متماسك، يعني مش خفيفة ومش قاسحة بزاف. خليها تخمر شوية ومن بعد نكمل الخطوات. العجينة خمرت كتير. نقطع المشعرية، ادنى عن المشعرية رقيق، نكسرها كلها ونخليها تنعم. انا كسرت هذه الشعرية كلها، عندي هنا حليب وجبنة، قطعتها مربعات. انا درت الزيت اللي سخن على النار، ناخذ قطعة من العجينة هي الحجم اللي انتو تحبوه، حتى عندي الاحجام صغيرة. حط فيها قطعة الجبنة بهذا الشكل، وكمل بنفس الطريقة لحد ما تخلص الكمية. درت مجموعة صغيرة، نوريكم الطريقة كيفاش، ومن بعد نكمل انا بنفس الطريقة. نحطها في الحليب ومن بعد في الشعرية بهذا الشكل، نغلفها بالشعرية ومن بعد نحطها في الزيت. واكمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها. وهذا شكل لقمة القاضي أو اللقيمات بعد ما جهزت معانا، بصراحة بيطلع شكلها رائع. أنا أحط لها هذا حليب محلى، ممكن تحطوا لها عسل أو شيرة اللي هي الشربات. عندي كمية بسيطة من حليب مكثف محلى. أفتح لكم واحدة، وهذا شكل اللقيمات بالشعرية. أتمنى تجربوه يعجبكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدروا لي لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم فيديوهاتي الجديدة. إن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم، ورمضان كريم، مع السلامة.